السلام عليكم يا شباب اولى ثانوي، الاخبار؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير، واتمنى تكونوا بتذاكروا كل المحاضرات اول باول. احنا ان شاء الله لو انا واكل اكل، قلنا الاكل بتاعنا بيبقى حجمه كبير. طب حد فاكر ايه اهم اتوم في الاكل بتاعنا؟ الكربون. فاكر يا وقت الكربون اهم اتوم في الاكل؟ طب تعالى نفتكر السي 6 كنا بنوسعها 2-4. استيبل ولا انستيبل؟ انستيبل، لان اخرها سنجله شندله. ولا يلا سنجله شندله، يلا ربطه واحده، يلا ماسكه المركب بنسبه 100%، قويه جدا، بتخاف انت تكسر البوند دي، المركب كله يتفكك، يتقسم المركب، لان هي بوند واحده، انما تقولك منهم اتنين مع بعض فبيعملوا شير سوا سوا، فتكسرهم بيبقى اسهل. طب دي بقى اللي فوسته، عارف اللي فوسته سوليد، حلله هتلاقي كله سنجل. يبقى كده يا جماعه، اي اكل ساتوريتد، سنجل، سترونج، ستيبل، سوليد. لا لا لا، بس في حاجه غريبه، الاكل السوليد ده بيبقى سترونج، البوند قويه تكسر. ولا اول مثال من الخمس امثله بتوع الليميت اسمه واكس. اسمه ايه؟ واكس. حد عارف يعني ايه واكس؟ واكس يعني الشمع. تقول ايه ده، هي شمعة هون؟ اه والله تهون، بس انا ما اقصدش شمع ده حالاتك، مش ده، انا اقصد شمع النباتات. ايه ده، هو شمع بيطلع في البلانت؟ اه شفت شمع النبات قبل كده؟ والله والله لا، لازم تقول في جام فاتي اسيد، التلاتة ماسكين في بيس اسمها كوليسترول. فاكر الكوليسترول دي يا ولا؟ كانت الكوليسترول دي بتمسك ازاي؟ باخد من واحد اتش واداني او اتش، واحد اتش واداني او اتش، واحد اتش واداني او اتش، ونمسكهم في بعض. طب ده كان سيمبل ولا كومبلكس؟ كومبلكس. اول فاتي اسيد مالناش دعوه بيه، تاني فاتي اسيد مالناش دعوه بيه، تالت فاتي اسيد شيلوه ورميه وحط